انا نحضروا في لافينا على كل حال مع وفاق سطيف، على كل حال المقابله تكون شيقه اللي يكون محضر مليح يقدر يدي الكاس، باسكو هاد لاكوب اللي طرح 50 50. حنا حبينا نربحوا وسطيف يلعبوا بالون، سطيف واحد يهضر الحق يلعبوا بالون، وحنا نلعبوا بالون، حنا لازم نربحوا. حنا هذه السبعه بيد الله ندوها، بيد الله حنا كلش بربي. واش راح نقول لك، تحضيرات لازم تكون تحضيرات شويه خاصه، ماشي هذا بقى الماتش الاخراني وصلنا لو بو دو تونيل. ان شاء الله حنا نقولوا حاجه كلو ميورغان وزيد عاد باش ما تخفاش على كل واحد باللي الكاس خير اللي يربحها. وتشوفوا العلامات بالكور راهي زاهيه، ان شاء الله السبعه هذا العام تقعد في بالكور، ورانا متمنيين برك ان شاء الله تكون منظمه بيان، ما يزيدوش يدخلونا على 10 تاع الصباح ونريحوا السخانه والوسمو، ماذا بينا يكون تنظيم مليح. ونقولوا الحمار غير ما كانت تبدا دير في البلباله لاربيت من ومن ومن، على العاصمه تزها وهذه هي الهضره. راهم حقروا مولوديه بزاف، ما يزيدوش يحقرونا. احنا ان شاء الله احنا لاكوب ان شاء الله ندوها، ان شاء الله هذا العام بيكون تسعه باذن الله. احنا كنا نتمناو نطيحوا مع مولوديه، بين احنا في نصيب مولوديه ما تلمينا الله غالب. احنا ان شاء الله هذا العام ان شاء الله بالوزاد تسعه.